بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخي جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عرب فيها سمو حفظه الله عن خالص تهنئة بمناسبة الذكرى 21 لتولي جلالته مقاليد الحكم، مشيدا سمو بما حققته مملكة البحرين الشقيقة في عهد جلالته الميمون من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، متمنيا سمو رعاه الله لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخي جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، ضمن سمو خالص تهنئة بمناسبة الذكرى 21 لتولي جلالته مقاليد الحكم، متمنيا سمو لجلالته دوام الصحة وموفور العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.